طلعت مالك؟ مصيبة يا زين، مصيبة. في ايه ما تنطق؟ الحشيش السرق. يخرب بيت سنينك، انت يا راجل ما بيعيش لكش حشيش؟ كل ما تاخد بضاعة ضيعها كدك خيبة. بقولك يا زينة، وحياة امك العملية مش نص تأنيب، وبعدين مش كل شوية تقطبيني. مش عايز اسمع صوتك طول ما انا قاعد في البيت، فاهم ولا لا؟ خوفتني. وهتعمل ايه يا سابع؟ هشوف كده، احاول اتصرف في اي حاجة، اجيب اي فلوس، احاول ادفع فلوس المصيبة دي. سيبيني بس دلوقتي، انا هحاول اتصرف. رايح فين؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ادخل جوه غير. اه صحيح، في واحد على المطار. بعد اذنك يا هبي، عاوزين نمدد فترة المراقبة على العيال دول تاني. ايوه. ويا فترة المراقبة اللي فاتت اثبتت حاجات دينهم؟ في الحقيقة لا، لكن انا متوقع ان شاء الله ان الفترة الجاية هيقعوا. وممكن لا. انا اسف يا شبيه. يعني؟ يعني مش هقدر امدلك فترة تانية. لو العيال دول هم فعلا اللي سرقوا كان ده ثبت لك الفترة اللي فاتت. ايوه بس دول عيال. دول شوية طلبة مستهترين، مش معنى كده ان هم حرامية. اتفضل يا شبيه، شكك ما كانش في محله. شكك جدا. لا متأخر كده ليه؟ مش عارف. زينت القلوب. طلعت. ازيك يا زينة؟ الحمد لله على السلامة. وحشتنا يا بنت، عاملة ايه؟ انت كمان الحمد لله. تراتا طلعت يا حبيبي. طبعا والله طالع حبيبي ابو نزل. الف بركة يا ابو انك خرجت. الله يبارك فيك. كده اخدت براءة؟ الحمد لله خرجت بضمان محل اقامتي ودفعت كفالة كده يعني. الحمد لله على سلامتك. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. انا مش عارفة الحكومة دي بتتهم الناس بالباطل كده ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بالباطل؟ فيها طلعت. اه بالباطل. اه بالباطل. انا خرجت بالقانون. القانون هو اللي نصفني. الحكايه دي معموله لي مكيده وانت عارف، بس الحمد لله خرجت مرفوع الراس. الف بركه انك خرجت. متر 20 بقى طلعت. يا ريتك ما خرجت. ادخل. صباح الفل يا سعاده الباشا. اهلا يا مات، تعالى. يا باشا انا مش هاخد وقت سعادتك كتير، يعني انا كنت جاي اعرف اي اخبار عن عصابه 9 ملي. مفيش جديد يا مات. الله، هو مش سعادتك قلت لي المره اللي فاتت ان في مشتبه فيهم وانتوا بتراقبوهم؟ ما لقيناش اي اثبات عليهم ان هم اللي بيسرقوا. يعني القضيه اتحفظت يا باشا؟ ما اتحفظتش. التحقيقات شغاله وهنقبض عليهم ان شاء الله. تشرب شاي؟ ربنا يخليك يا باشا، ما تحرمش منك يعني. يعني لو فيها اساءه ادب مني يا باشا، يعني حضرتك لو تحب ان انا اساعدك في اي حاجه انا تحت امرك. جربني بس يا باشا، يعني قول لي اي خيط كده وشوف انا هعمل ايه. جرى يا عم عماد؟ يعني انت هتعرف توصل اللي احنا مش عارفين نوصل له؟ في ايه؟ لا يا باشا العفو طبعا يا باشا، بس يعني يوضع سره في اضعف خلقه. طب جربني يا باشا. لعلمك انا ليا مصادري جوه الوزاره وبره الوزاره. مفيش معلومات تانيه هقدر اقولها لك غير ان العيال دي هيتقبض عليهم ان شاء الله والتحقيقات شغاله. لا يعني سعادتك قافل النهارده. لا مودك مش حلو بصراحه، يعني واضح ان في حد مضايق سعادتك. طب قول لي مين طيب وانا يعني. طب انا عموما يعني انا هعتبر المقابله دي ما حصلتش عشان سعادتك ما تتضايقش يعني، واعتبر ان انت يعني مش هتشوف وش النهارده تاني خالص. اجل سعادتك بكره ان شاء الله ولا؟ طب مساء الخير. بس مش قادره اصدق. صدقيني والله قلت لك يا عم انت كده هتودينا في ده. قلت لك انت كده هتودينا في ده. انا عامله كده ايه اللي عايز يخليه كده؟ ازاي تيجي ازاي؟ ماجد يا ابني مش تسلم وانت داخل ولا ايه؟ ايه يا ماجد مالك؟ في ايه ده؟ انت مش هنا، ده انت في النرويج. انت حاسس اننا موجودين اصلا ولا لا؟ انت بتنح كده ليه يا ابني؟ انت هتصورني ولا ايه؟ اصورك لما تقعد تكلم مراتي في عينيها روح امك ابقى اصورك. انت عبيط يالا. انت اتجننت يا ابني. مين اللي اتجنن ورا؟ مالكش دعوه بالقانون. مالكش معاه تاني. ادي نفسك، ادي نفسك. خليه يظبط نفسه. اوكي اوكي. هو ايه اللي حصل؟ خلاص هنا يجي. خلاص هنا يجي. بس بس خلاص. ادي نفسك. يلا يلا باي باي يا جماعه بعض. يلا يلا. هو في ايه؟ انت مش معقول بجد، بقيت مش معقول يا ماجد. حرام عليك، انت بالطريقه دي هتخسرني كل الناس. انت ايه يا بنت؟ مش فاهمه؟ بغير عليك؟ انت فاكراني ايه؟ سجق؟ يخرب بيتي غيره يا شيخ.
انت شفتيش الواد كان قاعد بيبص عليك ازاي؟ طب ما انا كل راجل بيشوفني بيبص لي بالطريقه دي. انا ياسمينة يا حياتي هتمشي بقى تدور الضرب في كل رجاله البلد؟ نسيت ياسمينة النجمه الاموره اللذيذه اللي جرى معاها عيل خرق مش كده؟ لا بقول لك ايه، انا السكه دي ما تاكلش معايا وانت عارفه شخصيتي من الاول. انا ولا هشوفك في حته ولا عايز اشوفك وسط رجاله ولا عايز حد يعرف اللي انا اعرفك اصلا. يبقى احسن برضو. ماشي ماشي يا ياسمينة، انا هعمل لك اللي انت عايزاه. رايح فين؟ هدايا انا جاي يا باشا اجيب لي معاليك فلوس البضاعه اللي خدتها منك. وما لقيتش كيس اعفى من ده شويه؟ ليه يا باشا؟ طلع منه راحت زفره؟ طلع السلامه يا طلبة. الله يسلمك يا سعاده الباشا. غمه وانزاحت خلاص. على فكره طلعت عمل شغل كويس قوي وانت في الحبس. طبعا يا باشا. هو تربيتي وصبي وجوز اختي برضه. ايوه بس واضح ان التلميذ تفوق على استاذه بكتير. تقول يا باشا؟ طلعت انا المره دي هديك بضاعه اكتر من المره اللي فاتت، وطلبه هيساعدك في توزيعها. ساعده ده يا باشا؟ معلش مؤاخذه بس يعني ازاي اساعد الصبي بتاعي؟ يا باشا انا صاحب المنطقه وانا اللي بشتغل طول عمري فيها، اساعده ازاي يعني؟ ايوه طلبه بس انت عليك مراقبه دلوقتي ومش عارف. شيروات انت بتعيطي؟ شيرو في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ مالك مامي؟ بليز يا مامي سيبيني لو سمحتي دلوقتي مش قادره اتكلم. لا مش هسيبك. انت بتعيطي؟ بتعيطي بجد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قولي لي يا حبيبتي ايه اللي حاصل؟ مش انا مامتك حبيبتك وصاحبتك؟ هو رامي الوحش صح؟ حصل ايه؟ رامي هيسافر امريكا يا مامي، هيسافر ويسيبني. قلقتيني. هو ده الموضوع؟ هيسافر؟ بصي يا شروت انت لسه صغيره، بكره لما تتخرجي يا بنتي ولما تكبري وتتجوزوا تبقي تحصلي وتروحوا انتوا الاثنين لامريكا. رامي خلاص يا مامي مش عاوزني، رامي فشكل معايا خلاص. يغور في 60 داهيه. رامي ايه ده؟ انت شروت بنت فريده. مامي انت مش فاهمة حاجة. بصي لي كده، ايه اللي مش فاهمة حاجة؟ هو في ايه؟ مش انا مامتك؟ مش انا حبيبتك؟ بصي يا شربت، اي مشكلة يا بنتي ممكن تقوليها لي وانا هقف جنبك وهساعدك. قولي لي هو حصل حاجة بينك وبين رامي؟ حصل حاجة بينك وبين رامي؟ ما تقولي، ما تتكلمي. حصل؟ أعمل فيك إيه؟ قولي لي بس أعمل فيك إيه؟ بصي لي، بتعيطي دلوقتي؟ بتعيطي؟ ما كنت تعيطي قبل ما تعملي اللي أنت عملتيه أنت ورامي؟ لا، والسافر البر حط ابن الكلب على عملته وسافر. انا مش هسامحه ومش هسامحه. يا فريدة مالها؟ مفيش. ازاي؟ هي بس كده مشكلة مع صاحبتها في الجامعة. ايوه مشكلة ايه؟ ما تشغلش بالك بقى يا فؤاد. ما اشغلش بالي ازاي يا فريدة؟ ازاي يا بنتي؟ مش كفاية اخوها اللي احنا مش قادرين عليه؟ انا تعبانة. تصبح على خير. تصبح على خير.